بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتمنى أن يكون الجميع بخير أعزائي. درسنا اليوم سوف يكون إن شاء الله هو القسط. العنوان: أحسن معاملة زملائي، من تقديم الأستاذة نادية الزاهي نجمة القطب. إذن لا بأس بالتذكير أعزائي، فقد تعرفنا على أن الصلاة عماد الدين وهي ركن من أركان الإسلام، نعم، ويجب المحافظة عليها والأداء في وقتها. والصلوات الخمس هي الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم العشاء. جيد، إذا الآن أطلب منكم أن تفتحوا كتاب تربية الإسلامية صفحة 67، العنوان كما سبق وقلت أحسن معاملة زملائي. نعم، إذا انطلاقا من العنوان، ما معنى أحسن الشخصة؟ نعم، ما معنى أحسن الشخصة؟ جيد، أي فعل ما هو حسن ضد أساء. نعم، إذا تابعوا معي أعزائي. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، أي أعامل جميع الناس معاملة حسنة وأحسن معاشرتهم. والمخالقة من أنواعها المودة والبر بالناس. جيد، إذا لاحظوا معي هنا الصورة، ماذا تلاحظون أعزائي؟ ماذا تلاحظون؟ نلاحظ مدرسة، نعم، وماذا أيضا؟ نلاحظ مجموعة من الأصدقاء. جيد، إذا سوف نتعرف على الحوار الذي دار بينهم. ياسر: نعم احفظتي يا عادل، إنك تسيء معاملتي. سلمى: انظر يا سمير، كيف يعبث عادل بمحفظة زميله. سمير: هكذا طبعه، يخلط دائما الجد بالهزل. سلمى: إنه ينسى أن المعاملة الحسنة من حسن الخلق. جيد، إذا لاحظوا معي هنا عادل، إنه يأخذ محفظة زميله بدون إذن، أي أنه يعامله معاملة سيئة وليست معاملة حسنة. نعم، إذا ننطلق الآن إلى السؤال الذي يقول: أصل بخط العبارة الصحيحة، أعامل زملائي بالجفاء بالحسنى باللطف. جيد، أعامل زملائي بالحسنى وباللطف لا بالجفاء. جيد، لاحظوا معي هنا أيضا: الذي يعامل الناس بخلق حسن يحبه الله تعالى. نعم، أي الذي يعامل الناس معاملة حسنة ويحسن معاشرتهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يحبه. نعم، وهنا لاحظوا معي أيضا: أعامل زملائي بلطف وأتواصل معهم باحترام ولا أقاطعهم. نعم، جيد، ولا أقاطعهم، أي يجب أن تكون لدي معهم صلة طيبة كما يقول الله في كتابه العزيز: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. جيد، الآن أعزائي أطلب منكم أن تأخذوا دفتر الملخصات أو الدفتر الوردي وتكتبون التاريخ 2/19 شعبان 1441 هجرية، موافق 13 أبريل 2020 ميلادية. نعم، القسط: أحسن معاملة زملائي. جيد، سوف أقرأ الملخص: أعامل زملائي بلطف واحترام، فالذي يعامل الناس بخلق حسن يحبه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.